هل احنا يا فندم بنسوق فكرة البنية الذكية علشان يعني نجذب المستثمرين من الخارج؟ طبعا احنا بنسوق بنقول للناس عارفه ان احنا طبعا المدينه ذكيه بالكامل، فدي بيدي اريحيه حتى للمستثمر اللي بيشاركنا او ازاي بيخش معانا. بنسوق ده يا فندم؟ بنسوق من خلال المعارض اللي احنا بنخش فيها، وسائل الناس لما بتيجي تزور هنا بتشوف النهارده احنا في الحي الحكومي زي ما حضراتكم شايفين. ابسط مثال للسمارت سيتي او المدينه الذكيه ان الحي الحكومي كله ما فيش بقى فيه اسوار، ان كله بيدار من خلال كاميرات، المباني كلها متوصله بمركز اداره بمركز التحكم عندنا والاداره. كل الخدمات النهارده اي مواطن بيخش النهارده بيخش على طول الانترنت والاو ان تي واي بي تي في وكل الحاجات دي كلها بقت موجوده، بس بيقدم عليها طلب يمكن في خلال 48 ساعه ولا حاجه بيبقى توصل له الخدمه. فاعتقد كل دي خدمات الناس هتحس بيها الفتره اللي جايه. هل في معايير محدده يعني المستثمر العالمي او الاجنبي بيدور عليها لما بيجي يستثمر في منطقه محدده؟ طبعا ان هو طبعا المستثمر العالمي لازم بيبقى بيبص بيعمل مقارنه، يعني هو هيجي مثلا عندنا ليه يستثمر عندنا ليه في دول اخرى. فاحنا وده اللي احنا بنشتغل عليه، ان احنا بنشوف برضو الدول الاخرى بتقدم ايه، واحنا بنحاول نقدم نفس الحكايه او اكتر، بنقدم نفس المميزات، بنقدم من بنيه اساسيه. في دول كتيره ما عندهاش نفس البنيه الاساسيه عندنا الذكيه اللي موجوده، وبالتالي هو المستثمر بيشوف انهي مكان موجود فيه. زائد طبعا ان احنا سوق، يعني احنا كجمهوريه مصر العربيه طبعا سوق كبير فوق ال 100 مليون، فاي حد بيستثمر في مصر طبعا العوائد بتاعته وارباحه على مشروعاته تبقى ارباح جيده جدا.